المهم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دريس من مدينة صفرو. مؤخرا غاز في الدار ما بيه ما عليا، إلا أنني كان نتوصل بواحد الكم هائل من الرسائل عبر الواتساب والميسنجر، كيقولوا لي دخل لشادة تي في أنه شوف الخراج شنو كيقول عليك. فاش دخلت كنلقاهم أنهم في واحد البرنامج حطوا له التصريح ديالي اللي كنت درت مع شوف تي في، وكنقول فيه واللي كنقول فيه أن الخراج هو السبب ديال الطرد ديالي من ذاك المنبر. واخا حد هنايا مزيان، في ذاك التصريح أنني كنت كنقول كنت كنعبر على التضامن ديالي لذاك المصور اللي تم الطرد ديالو. هذا تضامن عادي، وانا عبرت على الراي ديالي، والراي ديالي كيتحترم. واخا الا انني كنتفاجئ وكيتفاجئوا عائلتي كامله. دابا اللي كي معانا في الفيديو اللي كيتفرج فيه بغيتو انه يسمع القصه كيفاش. تخيل انت جالس انت مع عائلتك، ولا امك ما قارياش، وباك ما قاريش، وعمك ما قاريش، وعمك شاد داك القناه وكيتفرج فيها، وكيبان له ولد خوه في التلفازه، وواحد خونا كيقول عليه مجرم خطير. هادشي اللي ما بغاش تسرط لي. ناض الاتصالات ما بين العائلات، ولدكم في التلفازه وكيقولوا عليه مجرم. هادشي كيحز في النفس. علاش انا مجرم استاذ؟ واش انا هو سبب الفيضان اللي وقع في الدار البيضاء؟ واش انا هو السبب اللي طاحوا داك الديور؟ واش انا كنقوم بتبييض الاموال؟ واش انا كندير تجاره في البشر؟ بغيت نعرف انا شنو هما هاد المعايير اللي كتختارها انت فاش ان بنادم كيكون مجرم. هذه واحد الناحيه. واحد الناحيه واحد اخرى، يمكن انا فكرت هكا، يمكن هو الى شي واحد الى دخل غير الكوميساريه يبدل لاكارت ناسيونال يمكن كيقول عليه مجرم. وانا اللي بقى فيا كيكذب، وقسم بالله الا كيكذب. عقلتي السي الخراز، نهار اللي هضرتي في داك الاول في داك البدايات ديالك، دابا انا وياك غادي نجيو كما كيقولوا الكذاب نوصلوا حتى باب الدار. عقلتي في داك البدايات ديالك وفي داك الفيديوهات اللي ما كانوا كيجيبوش النسبه ديال المشاهده اصلا، نهار الكبير هو يجيب 1000، حتى جيت انا وبدلت لك الصيغه ديال الحوار. كان شحال هذه الا رجعتي للارشيف ديال الحدث 24، الا رجعتي وغادي تلقاو السي الخراز انه كان كيتبزل العين بالعربيه، كان كيهضر على الجوامع، وتلقيتي واحد انتقاد كبير. عقلتي عليه استاذ، وكنت قلت لك ما تدوزوش، قلتي لي دوزا ودوزنا وها النتيجه. كنت هضرتي في شي مسائل دينيه في واحد الفيديو، وتهجموا عليك الناس في لي كومونتير وما رضيتيش، وكنا كنقول لك ما تهضرش في هذا الشيء حيت انت ما عندكش درايه بالدين. هذه واحد الناحيه. الخراز انا اللي شهرته، وبالفضل ديالي انا شهرته. الخراز علمته انا كيف يشعل الضوء، نضوا طفى عليا الضوء. فواحد التصريح واحد اخر عاود كيقول في نفس المنبر اني قال لهم حق سميتو، والبوليس كيعرفوه وهذا والساكينة. اخويا ما راك تكذب اصاحبي، علاش كتكذب؟ هذا الشيء اللي بغيت انا نعرف. ما غاديش ننكر كان عندي واحد المشكل ديال شيك بدون رصيد، وهذا الشيء كان غير منصوب عليا فيه، ولكن الحمد لله انني خلصته. حد هنايا ما كاينش مشكل. باش انك انت تجي تقول لي جرائم خطيره، ويلا عرفتي كيضخم الحاجه. وثاني حاجه عاد شوف داك المنبر عاد شنو كيقول. قال لك سيدي، قال لهم انني درت فيه خير كبير. هو قال لك دار فيه خير كبير. بغيت نعرف انا هذا الخير هذا اللي درتي انت فيا شنو هو؟ واش دخلتيني مشتا؟ نعرفو. واش شريتي لي شي دار؟ نعرفو. شريتي لي شي بارطمان؟ شريتي لي طوموبيل؟ شريتي لي الحوايج؟ شنو هو هذا الخير؟ شنو النوع ديال هذا الخير انت اللي درتي انت فيا؟ يمكن الله اعلم اول خطره يمكن كنمشي للقنيطره، واللي كانت تمات المنادة عليا لذاك المنبر، ومشيت كنخدم شي خدام يمكن في ذاك الاول، حيت ما كنتش كنعرف قنيطره. داني ساراني واحد النهار، خسر عليا واحد 400 ريال ديال المازوط، وجاب واحد 100 ريال ديال الحوت والخبز والمنادة انا اللي شاريها. يمكن الله اعلم هو حسبو خير، ولا مع انا كنت تما زوفري واحد النهار ديال الجمعه، ما كنعرفش نطيب كسكسو، واحد النهار ديال الجمعه جاب لي واحد الطبيصل ديال الكسكسو. يمكن هذا هو اعتبره خير. الا كان بقى فيك استاذ داك التبصيل ديال الكسكسو، انا نجيب لك كسعه، نجيبها لك نطلع لك. ثاني حاجه في التصريح ديالو شنو كيقول عاود؟
كيقول انه راه جا عندي القنيطره ومشى عندي القهوه انهم كيجريو عليا. قال هما كيقال كيجريو عليا وقالوا لي غاسير في حالك، شكون غادي يجري عليا استاذ؟ انا راه مواطن مغربي وانا عندي وانا عندي البطاقه الوطنيه وكنبقى انا مغربي ونجلس في القهوه اللي بغيت. ثاني حاجه انا شكون غادي نسول عليك اصلا؟ شكون انت اصلا باش انا غادي نمشي للقنيطره باش نسول عليك؟ انا مشيت للقنيطره اول حاجه خدام. ثاني حاجه ما اش من قهوه انت كتجلس؟ القنيطره راه كبيره، واش القنيطره فيها قهوه وحده؟ انا نمشي عند السلام عليكم، عليكم السلام، الخراس يقولوا لي سير في حالك. الشريف راه الناس كيكذبوا على الناس اللي ميتين، راه ماشي على الحيين. ثاني حاجه او استاذ، وهذا الشيء اللي بغيت يعرفوا الجمهور، التصريحات اللي خرجتي بها راك سببتيني في الطرد دابا المباشر من واحد الخدمه كنت فيها. مشيت الصباح باش نرجع للخدمه، قال لي مولشي انت مجرم خطير، تعرف حالك، الناس كيهضروا عليك في التلفازه، انت تسببتيني في ضرر، وتسببتيني في ضرر معنوي وفي حياتي بهذه التصريحات اللي قلتيها. ومشكله كون غير الا كنتي كتدوي بالصح، والله ما يبقى فيا الحال، ولا كنت غادي نخرج، كنت غادي نتكمش ونطلب الشطح ونطلب ربي يسمح لي على داك الشيء اللي درت على حساب انت اللي كتقول لي. تخيل انت تكون كتفرج في التلفازه حتى تشوف واحد السيد كتعرفو كيقول عليه مجرم، هادشي راه صعيب، هادشي خطير، هادشي راه تشهيره واستاد، هادشي ادعاءات كاذبه، وهادشي راه كيعقب عليه القانون. ترك عارف الا كان شي واحد تسرب لك شي معلومه خصنا نعرفو شكون، حيت انا غلط صفرو وانت في قنيطره، اذا شكون اللي عطاك هذه الخبره؟ هذه يكون عطاك شي واحد عوجه وانت شديتي عوجتي اكثر. بغينا نعرفوا المحاسبه هنايا، غنفتحوا تحقيق ونعرفوا شكون هذه الجهه هذه. الله يعطيك السر، النهار اللي تكون كتعاود ما تعاودش اخي على صفر. انا نقول لك علاش، نهار اللي اخويا نهار اللي كتكون كتعاود على صفر، اقسم بالله الا هذوك الناس اللي خدموا معاك واللي ولات صفر والساكن، والله الا كتضحك عليك واسمح لي الا قلت لك هذه الهضره، حيت كتجي لاخويا في فخراس وكتكذب، والله العظيم الا كتكذب. وخرجتي انت مور داك الشيء في داك القناه دابا الجديده وقلتي انا ما ردت على شي واحد والمغاربه كلشي خوتي وهذا، وانا حييت كان على داك الرد اللي رديتي بديك الطريقه، ولكن تجي في قناه تلفزيونيه وتقول ديك الهضره راها صعيبه استاذ، ومشكله كذوب، اقسم بالله وحرمت ديني الا كيكذب. اش هاد السيد حلم بيا وحلم بيا دخلت للحبس وحلم بيا انني مجرم خطير؟ هذا لا يستبعد واحد النهار غادي يذكر هذه الجريمه هذه، غادي يقول لهم بان واحد السيد في صفرو وغادي يدير واحد الجريمه وغادي يقول لهم عليا انا. وحق الله العلي العظيم هذا راه الا عرفتي الخراج راك تنتظر منه اي حاجه. القنيقه كانت في واحد البونجا ولا عرفتي، وبدا كيعطي واحد التصور لذاك الصحفيه اللي كانت مستضفاه، كيعطي له واحد التصور زعما بحال رحنا في الصومال، والصومال راه دابا ترقعوا. أستاذ أنا النهار اللي مشيت للقنيطرة كنت كان ديك الساعة الصيف، هذه مزيان، هذه واحد الناحية، كان الصيف كان بنادم كاين كيعس بلا غطا حيت كان الحال سخون. قال لك أسيدي بأن أنا قلت له وما لقيت أخويا ما ناكل وسميتو وراه ما عطاوني باش نقول فيك داك الهضره. والله العظيم الا سبني عيط لي واحد الصباح الا لعبتي سمع لي، راه واش راني نكذب عليك؟ علاش؟ حيت قالك اسيدي علاش قالك نبان قالك في المنابر؟ علاش انا ندير التضامن ديالي مع داك المصور اللي تعرض للطرد؟ وحاولت غنوضح بعض المسائل، وداك الهضره اللي قلت لك في الاول راه كاينه، والله العظيم الا كاينه السيد هذا السيد انا راه دمرني. وتخيل انت كنتي خدام وجراو عليك بسبب الخراج، دمرني دابا اللي كتمشي عندو كيقول لك انت مجرم اوستاذ وبسبب تصريحات ديال الخراج اللي خرجت عليا. هادشي راه خطير اللي كيقول هاد السيد هذا. هاد الناس هادو هما اللي ما خلوش الشباب يخدم، هاد الناس هادو راه هما اللي كيقضيو على الامل ديال الشباب. ما كاينش مشكل، مشينا للمحكمه قادينا داك الشيء الحمد لله خرجوا صريفه، ولكن عمر ما داود ما يعاود، عمره ما يدير ان يدير كما كيقولوا يدير الصحبه، عمر شي واحد يدخلو لدارو. اقسم بالله وكان تحدى كما قال لك هو كيتحداني، قال لهم هكا يجي لهنايا ونقول لك فوجو،
كنتحداه نعطيه موضوع وقل له يهضر عليه. علاش هو كيعاود كيعاود على الجرائم بحال الخبيره؟ انا اعطيني شي جريمه نعاود لك دابا. واحد النهار فقنا مشينا شدينا لقينا يلعب سي كيدير لك بحال ديك اللعيبه ديال المحقق كونان، فهمتي؟ هو راه تفرج في صغره في محقق كونان وكيطبق لنا دابا حنايا هنا غير بصيغه واحده اخرى. هذاك رسوم وهذا بشر. ثاني حاجه الجرائم، شكون اللي شهرته؟ انا. كيفاش شهرته انا؟ انا غادي نوضح لكم سهله. في الاول راه ما كيجيبش للنسبه المشاهده، حتى جيت انا بديت كنعطي مواضيع يهضر عليهم، تحبب ديك الساعه عند الناس، ولا كيهضر على على القهاوي. نهار اللي يهضر على القهاوي، نهار اللي يهضر على القهاوي، انا اللي عطيتها كاستاذ. ولا رجعت للارشيف ديال الحدث 24 غادي تلقى الموضوع على القهاوي وعلى الخدمات ديال القهاوي، وانهم ما كيستافدوش، وانهم كاين اللي ما عندوش ضمان اجتماعي، وانا اللي كنت كنعطيك معطيات ولا نشيت على هذا الشيء. نهار ديال التسويق ديال الهرمي والشبكي، شكون اللي عطاه لك؟ انت علاش هضرتي؟ انت هضرتي على شي مشاكل دينيه، تعرضتي لانتقالات كبيره استاذ. انا كنت كنعطيك وكنفتخر بها. واحد الحاجه استاذ، كنت كتقول انك انت كدير هاد الفيديوهات في سبيل الله، قلتيها واحد الوقيته وقلتي بان انا عندي جمهور ديالي وكيطالبني وهذا، وغادي نبقى نعطيكم بونيس نهار الحد وهذه، زعما هادشي في سبيل الله استاذ. واذا كنتي بحال هكا ما تبقاش تطلق الاشهارات في الفيديوهات، ما تبقاش تطلق الاشهارات، حط الفيديو هكاك فهمتي، ما تطلقش الاشهارات. هنا كنعرف انا حب اللي كتحب شي واحد، هذاك ديك اللعيبات الصفري اللي كيبانوا في ذاك الخط، ما يبان حتى شي نقطه صفراء. حط الفيديو بلا ما تفعل الربح على الفيديو، هنايا كنعرف انا حب الجمهور. انت استاذ انت كتبغي بحال تدمر انت الشباب، الله يجيك نيشان. وراه الناس عارفينك علاش كدير انت داك الفيديوهات، باش يجيك نيشان. وانت كل جوج دقائق وكنشكر فلان، وجوج دقائق وكنشكر ولا كريمه استاذ، راه ما بقاش كيتعطل. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.